طيب نفتح ملف الصحة، نقول بسم الله. عندنا أخبار متنوعة عن قطاع الصحة. خبر الأسبوع من مكة، صحيفة مكة: ست مشكلات تواجه الصحة بمبادرة إصلاح الرعاية الأولية. في نفس سياق الخبر من صحيفة الوطن عنوان آخر: نقص الأدوية يحيل مدير المستشفيات للمساءلة. في نفس السياق صحيفة المدينة: تناقل صحة المدينة حول هروب مرتكبي الأخطاء الطبية. نتابع. تواجه وزارة الصحة ستة مشاكل بعد إعلانها أمس عن البدء في تنفيذ منظومة الصحة من خلال مبادرة إعادة وإصلاح وهيكلة الرعاية الصحية الأولية يتوجب حلها. وفي نفس سياق الخبر: وضعت وزارة الصحة مؤشرا لتسجيل البلاغات عن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية وتعطل الأجهزة في المنشآت الحكومية والمراكز الصحية، وطلبت من الموظفين الإبلاغ عن ذلك، متواعدة مديري المستشفيات والمراكز الصحية بالمساءلة عند عدم التبليغ. وفي نفس السياق من صحيفة المدينة: دخلت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة في دائرة التناقض على خلفية هروب طبيبين بعد تورطهما في خطأين طبيين أدى الأول لبتر ساق طفل والثاني لوفاة آخر، حيث أوضح المتحدث الرسمي لصحة المدينة في تصريح للإعلام بشأن قضية البتر أن الطبيب المعني لديه تأمين ساري المفعول ضد أخطاء الممارسات المهنية. ملف الصحة ملف كبير ومتشعب. نعم، شوف يا أبو سلمان، بقول لك أنا تجربتي الشخصية في وزارة الصحة، أنا لا أذهب للمستشفى إلا لإجراء عملية لأني ما أقدر أسويها لنفسي. على فكرة بس قبل ما تبدأ، الحمد لله سلامك، شكرا على المبادرة، تبرعت أنت بالدم قبل كم يوم. أيوة، زكاة دمي خفيف، دفعت زكاته. وعلى فكرة بياخذ دمك. لا، ولعلمك ترى أنا عندي وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة، تبرعت 12 مرة، وكل النساء. اللي يقول لك احمد يقول المراه وما ادري تنصح لي يتبرع باستمرار مفيد تحس بس انا طب، انا ماني طبيب لكن الاطباء قالوا لي لكن انت واحد تبرع. والله انا حسيت بخفه مو خفه عقل، خفه دم وحسيت لا، ونمت مرتاح ذاك اليوم فعلا. تحس انه والله الاطباء كلهم يقول لك يتجمد، هو زي البير، شفت البير ترى راكد مستوى اذا سحبت منه جاء جديد، ما سحبت نعم. طيب خلينا ناخذ نرجع لموضوع الصحه. انا بالنسبه لي دائما اذا مرضت اقعد بسريري وأنام واحتسب إلى الله، لأنه في 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وناس أصابهم المرض فلا يتطببون. أنا ما أتطبب عملية، ما أقدر أسوي لنفسي عملية بزرادية، لذلك أنا ما أروح. لأنك أنت تروح المستشفى بمرض ترجع بمرضين، تروح مثلا عندك صداع تطلع عندك صداع ومغص، فأنا ما أروح المستشفيات إلا للعمليات فقط. هذا واحد. ثانيا الحقيقة ملف، شوف لازم يعني نأكد، لأنه إن شاء الله إحنا نحسن الظن بوزير الصحة وكل الوزراء، لكن نقول ما في حد كامل، والنقص مظنة العاملين. الإنسان اللي يعمل هو اللي يخطي، لأن الواحد اللي ما يعمل ما يخطي أبدا. فأنا متأكد من جهود الأخ توفيق الربيعة، ومتأكد أنه أيضا يسمع الحلقة دي. إحنا نقول له هذه طلبات المواطنين، طلبات ست رخصوها له ستة، وعندنا حن إضافة لها. نقص الكوادر الطبية الحاد بالذات في القرى، القرى أنت ما عشت في القرية زي القرى، مساكين تلقى واحد طبيب عام مصلا ومتى يجي ومدري ويعطيك دائما بنادول مثلا. وعندك أيضا وجود مراكز صحية بمدراء أجانب، حتى بعضهم ما يتكلم العربية، وبالتالي حاجز، أنت لازم تفهم المريض، تقول وش عندك، تشعر بإيه، افتح لسانك، افتح نزلنا، ارفع، تحس بحمار العين، كيف تتفهم معه. أيضا وجود العديد من المباني المستأجرة، مباني يقول هذه يمكن مركز الرعاية الأولية أكثر. نعم، هي أكثر الرعاية الأولية. أيضا مثلا عندك الحاجة الماسة لتدريب وتأهيل العاملين، أنا مرة والله أعطوني إبرة بالخطأ وقاعد فخذ أسبوع وارم، مشيها هذه أيضا كلها نقول لك كذا. من الأشياء الملاحظة اللي ثارت اليوم في الصفحة الأولى في الوطن، وأيضا أخونا أحمد السالم هذا ما شاء الله دائما في صحيفة المدينة متخصص في الأخبار الطبية، انه نقص الادويه، وفي تعميم انه يا جماعه خبرونا، انت في الاخير المواطن هو يحتاج الدواء، هذا اهم شيء، الصحه بعد الصحه اذا راحت ما ينفع شيء. فعندك نقص الادويه، عندك ايضا الاخطاء الطبيه اللي انتم ما قصرتوا، فتحتوا الملف قبل يومين ثلاثه. الاخ احمد اللي اليوم في الخبر اللي نزلوا اليوم انه هروب الاطباء اللي ارتكبوا اخطاء طبيه. نعم، اخطاء طبيه، واحد منهم طفل مات والثاني صار في حاله صحيه متعبه. ايضا من الاشياء اللي انا اشوف كثير بطاله بين الاطباء، طيب ليه ما دام عندنا بطاله اطباء الان نروح ان يكون عندنا اطباء اجانب نوظف السعوده؟ طرحنا اطباء الاسنان قبل كم يوم بعد بالضبط ملف، وهم اللي 2001 يعانون من البطاله من اطباء خريجي طب الاسنان بالضبط. هذا اللي يقول لك انه هذه الاشياء. ايضا نقص الاسره،
يعني واحد الحين صار يتمنى انه يجي دوره بالعمليه قبل لا يموت بس، ولا ما عاد صار يبغى بسرعه. يعني احيانا بعض المستشفيات تاخذ 6 شهور 7 شهور 8 شهور. شوف يا ابو سلمان، احنا دائما ناكد المواطن يبغى 3 اشياء اساسيه، الباقي ما تعنيه: الصحه والتعليم والسكن. هذه الاشياء الاساسيه اذا هي متوفره طبعا بعد امن الغذائي والامن امن الوطن، هذه الثلاثه هي المتطلبات الخمسه المهمه. المشاركه السياسيه لا تعنيه، أمور الثانية لا تعنيه، أمور الثقافية ما تعنيه، حتى الرياضة ما تعنيه. الثلاثة هذه الأشياء الأساسية، لذلك حنا بنركز عليها طول الوقت: التعليم والصحة والإسكان. أنت تبغى بيت تسكن فيه، وبالتالي أيضا من الأشياء اللي دائما الناس يتكلمون عنها الكوادر، أيضا الصيادلة مساكين أنهم ألغوا وظائفهم. الآن يشاع أنه في تأمين، أنا أتمنى التأمين ذا الموضوع يظهر، لأنه من 20 سنة وهو أخذ وعطى أخذ وعطى. أيضا يقال بتخصيص الصحة، حنا كلها نقول يا معالي الوزير يا معالي الوزير يا معالي، أرجوك أرواح الناس أمانة في وزارتكم فحافظوا عليها. أقول قولي هذا وأصلي وسلم على الرسول. عندك شيء؟ يعني على موضوع نقص الأدوية بعطيك تجربة شخصية قبل يومين. نعم. أنا عندي ولدي سلمان الله يحفظه. الله يحفظه. نعم. الحين سنة 9 شهور ما بعد طعمته تطعيم سنة أبو 6 شهور بسبب عدم توفر التطعيمات. يعني بالتحديد تطعيم التهاب الكبد. يعني وهذا طفل. تسأل المستشفيات يقولون والله وزارة الصحة. فأنا أقولك فعلا في 3 إشكاليات. أنا أتمنى فعلا يعني إحنا قاعدين نشوف توفيق الربيع وزير الصحة مسوين مقياس الرضا ويطلعونه بشفافية، يعني حتى لو كان الناس مو براضين عليهم أتمنى بعد أنه بشفافية وبسعة صدر يتقبلوا الانتقاد، لأننا إحنا نسعى للإصلاح بالتأكيد ونقول مثل ما قلنا دائما أنه في أمور يجب الالتفات. والأطفال لا، شوف بالذات الأطفال ركز عليهم، ترى الكبير عري يعرف يأخذ حقه، لكن الطفل ما له ذنب. أنت تعرف الطفل هذا مسؤوليتك أنت، سواء تعليما أو صحة أو ديانة هو مسؤوليتك. بالتأكيد. طب ملف الصحة ملف هام، هذه بعض النقاط الهامة تمنى إن شاء الله أننا في إحدى الحلقات نستعرضها كلها ونشوف أنه فيه إنجاز إن شاء الله بإذن الله وتقدم إيجابي في التعاطي معها.